السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بتلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول مادة اللغة العربية. معي أصحابي، معانا النهاردة المحور الثاني العالم من حولي، الموضوع الأول عالمي الصغير. النهاردة يا أصحابي درسنا النهاردة عبارة عن القصة المشتركة حدث بمدرستنا. تعالوا يا أصحابي نتعرف على أحداث القصة. قصتنا بتقول: انتهى الصيف وغدا أول يوم في المدرسة. بينما كنت أتناول العشاء مع عائلتي، سألتني أمي: هل أنت متحمس لبدء الفصل الدراسي غدا يا إسماعيل؟ ابتسمت وقلت: نعم يا أمي، فأنا أحب مدرستنا، ولكن شيء واحد فقط هو الذي يزعجني في المدرسة. يبقى هنا يا أصدقائي صديقنا إسماعيل زينا بالضبط، انتهى الإجازة الصيفية وابتدأ العام الدراسي الجديد. وهنا والدته تسأله: هل أنت متحمس لبدء العام الدراسي أو الفصل الدراسي غدا يا إسماعيل؟ وطبعا ابتسم صديقنا إسماعيل وهنا قال لها: نعم يا أمي، فهو متحمس لبدء العام الدراسي، ولكن هناك شيء واحد فقط يضايقه في المدرسة. تعالوا مع بعض نتعرف إيه هو الشيء ده. تعجبت أمي ثم قالت: ما ذلك الأمر يا حبيبي؟ قلت لها: مدرستنا قديمة، وجميع جدرانها داخل وخارج المبنى قد بهت لونها. أنا أحب أن أراها جميلة مبهجة ومليئة بالألوان والرسومات، وأحب أن أشارك في ذلك الأمر. يا أصدقائي بحنا زي ما قلنا إن صديقنا إسماعيل يحب مدرسته ومتشجع لبداية العام الدراسي، لكن هناك شيء واحد فقط يزعجه. طب إيه هو؟ أن جميع جدران المدرسة ألوانها بهتت داخل وخارج المدرسة. هو بيحب حبايبي زي ما احنا بالظبط بنحب. اول ما نيجي العام الدراسي الجديد بنلاقي مدرستنا فيها الكثير من الالوان والطلاء والرسومات. هو كمان بيحب ان هو يشوف مدرسته جميلة مبهجة ومليئة بالالوان والرسومات. قالت امي: ما رأيك ان تسأل معلمتك غدا عن هذا الامر؟ ابتسمت وقلت: غدا سأسألها. وهنا يا أصدقائي والدة إسماعيل أخبرته بأنه يذهب إلى المعلمة ويخبرها بما يريد أو عن الشيء الذي يضايقه في المدرسة، فابتسم وقال لها أنه سيخبرها غدا. وفي اليوم التالي ذهبت إلى معلمتي وقلت لها: أنا أحب مدرستنا جدا، ولكنها قديمة وجميع جدرانها قد بهت لونها. هل يمكن أن ننظم ذلك ونجعل كل التلاميذ يساعدون في إعادة طلاء هذه الجدران؟ ابتسمت المعلمة وقالت: هذه فعلا فكرة رائعة، دعني أتحدث مع إدارة المدرسة عن هذه الفكرة ثم أرجع لك بإجابة. وهنا يا أصدقائي صديقنا إسماعيل سمع كلام والدته وذهب إلى معلمته في اليوم التالي، وذهب إليها وأخبرها بأنه يحب المدرسة جدا، ولكن هناك شيء واحد يزعجه بها، وهو أن جميع الجدران قد بهت لونها، أصبح لونها غير واضح. هل يمكن أن ننظم ذلك؟ من ممكن أن احنا نعيد طلاء المدرسة تاني ودهان المدرسة تاني والجدران تاني، وأن هي يكون فيها رسومات وألوان جميلة، وكمان أن كل الأصدقاء يشاركوا في هذا العمل. طبعا المعلمة ابتسمت وفرحت بهذا الشيء وقالت: هذه فكرة رائعة، ولكن أتحدث أولا مع إدارة المدرسة، لأن طبعا إحنا عارفين إدارة المدرسة هي اللي بتكون مسؤولة عن التنظيمات اللي داخل المدرسة وعن تلوين الجدران. وفي آخر حصة
جاءت المعلمة وعلى وجهها ابتسامة كبيرة وقالت: تم الاتفاق مع الإدارة أنه سيتم تجديد المدرسة وذلك بالتعاون بيننا جميعا. أكملت المعلمة: موافقون؟ فقال جميع التلاميذ بصوت واحد مليء بالفرحة: موافقون. وهنا المعلمة في نهاية الحصة جاءت وأخبرت التلاميذ وعلى وجهها ابتسامة كبيرة أنه تم الاتفاق مع الإدارة المدرسية أنه سيتم تجديد المدرسة، وده هيكون ايه؟ بالتعاون بيننا جميعا. يعني ايه يا حبايبي؟ يعني يتم التعاون بين التلاميذ وبين المعلمون جميعهم في القيام بطلاء المدرسة. وسألتهم: هل أنتم موافقون؟ فقال جميع التلاميذ بصوت واحد وبفرحة أنهم موافقون. في اليوم التالي كان الكل متحمسا جدا للبدء في تجديد المدرسة، وخلال الأسبوع كان كل التلاميذ والمعلمين يأتون إلى المدرسة صباحا بأفكار وطرق جديدة عن كيف يجعلون المدرسة أجمل وماذا يحتاجون ليفعلوا هذا الأمر. في اليوم التالي يا أصدقائي طبعا كان كل التلاميذ متحمسين إن هم يبدأوا الخطة اللي هم وضعوها عشان خاطر يقوموا بطلاء المدرسة، ده كمان إيه؟ ومعهم المعلمين. وطبعا كان كل واحد منهم جايب فكرة، واللي معاه طرق جديدة فكر فيها وقعد يبحث ويدور إن هم إزاي يخلوا المدرسة جميلة. أمضيت أجمل أسبوع في حياتي بمدرستنا، وفي خلال أسبوع واحد فقط وبفضل مشاركة الجميع أصبحت مدرستنا أكثر جمالا وبهجة وحيوية عما كانت عليه من قبل. وعندما تأتي حصة الألعاب أو الفسحة وأنزل إلى الملعب أنظر إلى الجدران المبهجة وأشعر بفرحة شديدة جدا، وأقول لزملائي: لقد أصبحت مدرستنا أكثر جمالا. فيتفق زملائي معي ويقولون: نعم أصبحت جميلة جدا. زي أصدقائي شفتوا التعاون بين الزملاء وبين المعلمين، أصبحت المدرسة بعد أسبوع جميلة جدا، وده طبعا بفضل المشاركة، لأن إحنا لما بنتعاون مع بعض وكل إنسان أو كل واحد مننا بيكون له دور يقوم به بيكون الشيء جميل جدا. أصبحت مدرستنا أكثر جمالا وبهجة وحيوية، وده طبعا عما كانت عليه من قبل. إذا كانت الألوان باهتة أصبحت الألوان جميلة ومبهجة. وطبعا صديقنا إسماعيل وهو بيلعب في الفسحة وفي حصة الألعاب مع زملائه كان يخبرهم بأن منظر الجدران أصبح جميل وأن المدرسة أصبحت مبهجة، وطبعا أصدقائه كانوا بيتفقوا معاه في هذا الكلام. بعد ما تعرفنا على قصتنا يا أصحابي، يلا نحل التدريبات على القصة. أول تدريب معايا بيقول: أرسم الشكل المناسب حول الكلمة. أول كلمة عندي في أحسنتي، وعليها دائرة. وعليها دائرة. نعم. وعليها مربع. أحسنتي. يا. وعليها مثلث. أحسنتي. رقم واحد: شيء يزعجني في مدرستي. هنا يا ميس عندي في هضع عليها دائرة. أحسنتي. نعم يا أمي. يا هضع عليها مثلث. وعندي نعم هضع عليها مربع. أحسنتي، بارك الله فيك، أشارك في ذلك الأمر. عندي في يميس هضع عليها دائرة. أحسنتي، بارك الله فيك. دلوقتي يا أصحابي جي معدنا مع السؤال اللي كلنا بننتظره، سؤال المتفوقين. سؤال المتفوقين بيقول: ما الذي يزعج إسماعيل في المدرسة؟ السؤال مرة أخرى: ما الذي يزعج إسماعيل في المدرسة؟ أصحاب المتفوقين في انتظار إجابتكم في التعليقات.
تعال نحل مع بعض التدريب التالي. صل الكلمة بالصورة المناسبة. هاي تعالوا نشوف الكلمة. هذا هذا هذه هذه. أحسنتي. طيب كلمة هذا وكلمة هذه عبارة عن إيه؟ أسماء إشارة. أسماء إشارة. أحسنتي بارك الله فيك. طيب هذا اسم إشارة، ها بستخدمه مع مين؟ المفرد المذكر العاقل وغير العاقل. أحسنتي. أما اسم الإشارة هذه، ها اسم إشارة بستخدمه مع مين؟ المفرد المؤنث العاقل وغير العاقل والجمع غير العاقل. أحسنتي. طيب يلا إيه نحل سؤالنا مع بعض. هذا هتوصلي هذا بإيه؟ هذا ولد. أحسنتي. يبقى هوصل كلمة هذا بصورة الولد. طيب كلمة هذه، ها هذه بنت. أحسنتي. هذه بنت، هوصل اسم الإشارة هذه بصورة البنت. في نهاية درس النهاردة يا أصحابي أتمنى تكون استفدتوا معنا. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.